فكرة تأسيس فرقات أبناء زرياب اللي كانت في 2001 تأسست الفرقة أولا وتم الاسم ديال الاتفاق على الاسم ديال أبناء زرياب اقتداء بزرياب والمعاناة اللي عانا والصعوبات اللي لقى في المسيرة ديالو في الأخر كان ناجح يعني احنا تفعلنا بهذا الاسم هذا وبهذه المسيرة هذه أولاً طالب في المعهد التقيت مع سي محمد بن علال طبعاً اكتشف الموهبة ديالي وقال لي واش ممكن تلتحق نعملوا شي فرقة مع بعضياتنا نكونوا يعني نمشيو بعيد يعني في هذا المجال هذا وفعلاً تأسست الجمعية واستمرينا باسم جمعية أبناء زرياب إلى أن الحمد لله الصدى ديال المجموعة والجمعية انتشر وسع أكثر أنا بقيت كنفتش كنبحث حتى لواحد الوقت لأنني صبت شكون يتبناني والحمد لله فرقة أبناء زرياب كانت أب وأم وحافز ودافع للوصول لهذا المقام هذا كنفتحوا المجال للمبتدئين والمتعلمين يعني في مدينه طنجه الحمد لله ودائما كاين الفنانين اللي كيتخرجوا من هذه الجمعيه هذه وكيوصلوا للمجال الاحترافي الحمد لله عن طريقنا وهذا الشيء معروف هذه طبعا ميزه ما موجوداش بزاف ديال الجمعيات الاخرى ولا الفرق الاخرى سي محمد بن علال هو اللي اكتشفني على ان نكون عازف اول في الموسيقى الاندلسيه وتما كل حد الان باقي كنجتهد وكنحاول نقدم للاحسن طبعا التوجيهات ديال رئيس الفرقه والاعضاء ايضا حتى هما كينصحوني وكنسمعوا لبعضياتنا اعضاء الفرقه كامل الحمد لله منسجمين لا في الافكار ولا في كل شيء وهذا هو سر النجاح ديال الفنان الدور ديالي في فرقة أبناء زرياب أنني منشدة كنشد لي سولو ديالي بوحدي محبة الغرناطي كان صوتي كيمين الغرناطي عازفة عود سبق لي وكان لي الشرف أنني عزفت بعود مولاي أحمد دوكيلي الأهم والأصعب هي كون الفرقة عندها عدة اختصاصات في الموسيقات الأخرى يعني كتشمل الفرقة كتغني الأندلسي هو الرقم الأول كاين الغرناطي كاين الملحون كاين الفلامينكو كاين الشعبي ترى هاد الأنشطة ديال الجمعية حنا كنحيو كل يوم اثنين سهرة أمسية موسيقية للعموم بالمجان في مقر جمعية الشيخ العلاوي اللي الحمد لله الصدى ديالها معروف وكيحضروا المولوعين كلهم والمحبين الموسيقى الأندلسية
كنشاركوا الحمد لله في المهرجانات داخل الوطن وخارج الوطن، مهرجانات وزينة وعدة ظهور الفرقة أبناء زرياب على عدة قنوات تلفزية يعني محلية ودولية. بالنسبة للزي اللي كتستعملوا الفرقة أبناء زرياب، زي تقليدي مغربي، جلباب وجابادور والطربوش والبلغة، ولكن باش كتميز فرقة أبناء زرياب يعني على جميع الفرق طرحنا فكرة أن نتميزوا بالألوان، يعني ماشي كل شيء غادي يلبس جلابة بيضاء. الزي اللي كنعملوا مع فرقة أبناء زرياب هو عبارة عن قفطان أو لبسة اللي كتحلى بها أي بنت كتكون مشى لواحد الحفل ولا واحد مناسبة، وهذا كافي. أي فرقة أو أي فنان عنده ما يوجد في المسيرة ديالو صعوبات، كذلك حنا وجدنا صعوبات كثيرة، والحمد لله قدرنا نتغلبوا عليها. بين الصعوبات صعوبات مادية وصعوبات معنوية، سيخت الإنسان في البداية الفنية ديالو كيتعرض بزاف الضغوطات، أولا من ناحية في الميدان، ولكن الحمد لله قدرنا نتغلبوا عليها بحكم التجربة ديال السي محمد بن علال. طبعا هادشي كلنا مرينا منه الحمد لله، وما بقاش عندنا هذا النوع المعاناه هذه. دابا عندنا مشاكل من نوع من انواع اخرى، كما هو معروف ان طبعا المطربين اللي كيجيو يشاركوا في المغرب يعني كياخذوا واحد الميزانيات يعني ثروات كياخذوا من المغرب بكل بساطه وكل سهوله، بالعكس حنا اللي مشينا نشاركوا في شي مهرجان راه كيمكن يبقاو كيبكيو علينا بهذا التعبير. هذا بطاقة الفنان كنا كنحلموا بها وكنسمعوا بها بطاقة الفنان غتعمل وغتعمل، احنا تقريبا عندنا بطاقة الفنان وما عندنا ما كنحسوا حتى شي امتيازات، بالعكس الوضعية الفنان راه مازال هي كما كانت. وزارة الثقافة على مستوى المهرجانات كنلاحظوا دائما كاين المحسوبية وكاين ناس معينين دائما كيشاركوا في المهرجانات، هما نفس الوجوه نفس الأسماء، مع العلم ان كاين فرق اخرى وكاين اسماء وكاين جمعيات وكاين شباب، يعني الا ما كانش الانسان عنده علاقات ولا راه ما كينجحش. حنا الحمد لله ناجحين في مع ناس اخرين ومع مسؤولين اخرين ومع هذا، ولكن حنا بغينا نشتغلوا ان شاء الله في بلادنا ومع المغاربه ديالنا. الطموحات ديالي يعني دائما كنطمح للاحسن طبعا كجميع الفنانه،
وطموحات ديالي ما خصنيش يكون بوحدي، يعني الطموحات ديالي خصها تكون يعني مع فرقه ابناء زرياب، يعني نمشيو بعيد اكثر من يعني نزيدوا القدام اكثر من هيدا ونكونوا ناجحين يعني على المستوى المغربي وعلى المستوى العالمي، ويكون النجاح لما يكون سببه انا ولا سببه شي احد من اعضاء فرقه ابناء زرياب. يعني انا بنت زاويه، كبرت في السماع الصوفي وفي الذكر وفي المجامع الدينيه، وهذا كبر فيا واحد الحافز، وكان فيا واحد الروح اللي خلتني انني نحب الموسيقى، سواء اندلسيه سواء غرناطيه سواء ملحون، واللي شجعني بزاف انني نزيد وانني نطمح نوصل لواحد المستوى اللي يستاهل انني نقول انني عازفة. لا يمكننا نعملوا الطموحات ديالنا على شكل رساله موجهه للمسؤولين وعلى راسهم وزاره الثقافه والاعلام المغربي، على اساس ان الطموحات تشمل الفرق كلها ولا الجمعيات كلها. اولا الاهتمام كنلقاوه مثلا الموسيقى التراثيه اللي كنديروا، هادشي هذا كنلقاو الاهتمام من الاجانب والباحثين الغربيين اكثر من اللي كنلقاوه من المسؤولين المغاربه، وهذا يعني كيجرحنا شويه. الفنانين اللي هما الكبار كنعرفهم كلهم يعني خاصو الحياه ديالهم من الفن، ونساو ريوسهم يعني ما خدام، ما عندهمش خدمه، ما عندهمش مدخل قار. يعني هذه المسائل الدوله خاصها تهتم بهذه المسائل هذه وتشوف تعويضات للفنانين ان شاء الله، على اساس حنا نزيدوا نجتهدوا ونزيدوا نعطيوا اكثر ونزيدوا نخدموا، لان حنا كنخدموا التراث اللي هو التراث ديال الدوله المغربيه. Yeah.